عسلامة ومرحبا بك زينب الحمروني سيغ تونيزيو ماجازين. مرحبا بكم زينب الحمروني، خاطنا شط السلام، صناعتي صناعة السعف، حافظين على جدادنا من نحن صغار ونبدو عمرنا متهيين باش ندخلوا المدرسة، يقولون ما ندخلكم المدرسة كما تعلموا الصنعة، ضفيرة هي بطبيعة الحال، كبر غرامنا بها، زدنا معناتها حتى كبرنا على خطر هي الانتاج الوحيد اللي عندنا هنا القريه نتاع شط السلام، البحر والسعف، معناتها اللي تخدم السعف باش تلقى باش تاكل باش تصرف وباش تجهز روحها، واللي ما تخدمش ما تنجمش تقد روحها شيء. احنا عاد وقت اللي لقينا الحاجه هكايا تدخل لنا فلوس وتجهزنا وتوكلنا وتعيشنا، زدنا تقوينا على الصنعه وزدنا كبرت الصنعه بينا وتغرمنا اكثر وخدمنا بالقدي قبل حتى معمالينا، معناتها يحطونا مثال جمعه احنا نخدموا، يجي كان نهار الجمعه باش نريحوا شوي وباش ندوشوا باش معناتها عاملين برنامج هكاك باش ننتجوا اكثر. وبعد عاد كي عرسنا زدت راجلي زاد غرمته بالصنعه اكثر وشجعني ولا يخدم معايا ودخلنا على طريق الصناعه التقليديه، زادوا هما كونونا عملونا ساعات تكوين، زادوا ورونا كيفاش نعملوا الحاجات احسن واحسن ونطوروها، وزادوا علمونا زاد حتى كيف اللومبلاج وبرشا حاجات، غرمنا بها اكثر، الغرام ولنا اكثر ولنا ننتجوا اكثر وعملنا ابتكارات اكثر. كنت تحكينا مدام زينب على الخرجات اللي خرجتهم معناها في اطار التعريف بالمنتوج التقليدي التونسي. بالنسبة للخرجات كامل الجمهورية نجم نقول لك خرجت لهم الكل من جربة حتى البنزر، هزونا معناتها كل مرة هزونا المعرض نور المنتوج ونزيدوا نعرفوا به أكثر، وزيدوا الناس زاد يبدوا يعرفوه ويبدوا يشروا فيه حتى كي يلقوه في الأسواق ما يترددوش يشروه. والبرة زاد خرجت لإيطاليا ومشيت وضربت لهم عربي متاع جابس ونخدموا نظفروا فميك على البلاصه معناتها على عين المكان، وصدرنا برشا كل مره زاد عندي تجيني اتفاقيه زاد مع حد ونخدم له بالكلمه ثقه بالصنعه السمحه ونخدم لباس التويكة حتى معناتها المشاركه في معناتها في السكه الحديديه في المناقصات، خشيت زاد المناقصات تابع السكه الحديديه ثلاث مرات زاد نربحني المناقصه على اساس خدمتي وعلى اساس كلمتي وعلى اساس السوم ما نطلعش اما سنين، راهو السوم طلع ياسر والسعف طلع سومها والمظله طلعت سومها، لهذا وقفت المناقصه الداله على خاطر ما نجمتش السوم طلع الفوق. مدام زينب إذا كنت تحكينا على المشاركة متاعك في الإيفينمون اللي نظمته منظمة إرادة ومواطنة اللي هو بي دي إنفك حريتي. المشاركة هذه عجبتني ياسر وشجعتني باش نجيب نسي وبارك الله فيهم، هم عملوها على خاطر حاجة باهية ويزيدوا الأغرام بالصنعة يزيدوا، فما ناس ما عمرهم ما خرجوا خرجتهم خرجوا وتعلموا معناتها يحبوا يكونوا روحهم أكثر وتعلموا. المنظمة هذه نشكرهم برشا، جبت نسي ونسي هذوما حبوا الفكرة هذه وفرحاني بها وزادوا شافوا حاجات جديدة وزادوا فرحوا قالوا بارك الله فيهم، المنظمة هذه عجبتنا برشا وإن شاء الله ديما الجمعيات هذوما يعملونا أكثر.